ألو ألو، مساء الخير. مساء النور، ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام، الحمد لله، ربنا يخليك. هو ممكن يكون موضوعي غريب شوية لأني أنا مش صغيرة في السن طيب زي الشباب اللي بيكلموا حضرتك، بس فعلا فعلا أنا متلخبطة. أنا بحب المواضيع الغريبة جدا، قولي لي بقى حضرتك كام سنة؟ 42. طيب إيه بقى الموضوع الغريب؟ الموضوع اللي أنا أصلا مطلقة ومعايا بنتين، ربنا يخليهم لك يا رب، ربنا يخليك. وبعدين اتعرفت يعني على واحد وكده، فقعدنا 3 أشهر عارفين بعض. بعد كده جه اتقدم لي، انا اول مره في حياتي اصلا اتعرف على حد واتشد لحد وكده، حتى من وانا بنت يعني ومليش عرفت حد، فطبعا كانت حاجه غريبه بالنسبه لي. هو احنا قعدنا 4 أشهر بقى متجوزين، وبعدين انفصلنا. هو بقى عصبي جدا جدا بطريقه فظيعه جدا، وكل حاجه يتلكك عليها وكل حاجه يعلق عليها، فما كانش بيحبني ان انا مثلا اقول له غير حاضر ونعم وخلاص. وانا عشان كنت يعني بحبه كده فكنت بوافق على اي حاجه يعملها يعني. فحصل سوء تفاهم، روحت بيتي يعني رجعت بيتي، ما فيش يومين ولقيته بيتصل ان هو عاوز ينفصل. بعد ما انفصلنا ده بعد 4 شهور جواز؟ وفي الاخر قعد يفهم اهلي ان هو بينفصل عشان يربيني، عشان يعودني على طبعه كويس من الاول تاني ومش عارفه ايه والكلام ده كله. طبعا دي شيء سمعت كلامه وصدقت. فاتش 20 يوم من بعد الجواز وحصل عندي ظروف، ووالدي تعب وتوفى وبتاع، ما كملناش يعني شهر ونص، لما رجعت اكتشفت ان هو اتجوز وهو بيكلمني على التليفون وبيعرفني ان هو يرجعني. ده سريع الطلاقات، ده بيتجوز بسرعه جدا. ايوه، هو المفروض ان انا اصلا كنت التانيه. بس يا عم طق التالته طق بالسرعه دي. يعني انا وبعدين بساله طبعا معلق على ان انت سبتيني ورميتيني وعملتيني، ومهم انت اللي سبتيه ده، انت يعني اتلفتي تشوفي والدك اللي تعبان فجاه طلقك. والله العظيم يعني انا فطبعا برغم بقى كل اللي بقول لحضرتك عليه دون، وشايفه كل الـ 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 الحاجات السلبيه او الحاجات العيوب اللي فيه وكده، انا برضه زي ما انا يعني لسه متعلقه، مع اني مش صغيره. انا مش صغيره بس ما فيهاش. بصي بصي يا بنت الناس، التعلق بانسان او الحب ما فيهوش صغير وكبير خالص، دي قلب ومشاعر وبني ادم بيتعلق. بس الفكره هنا ان هو من الواضح ان هذا الزبون راجل بيدور على شهوته وعايز ياخد شهوته بالحلال، فبيعمل ايه؟ يتجوز التانية. وانا مش عايز اتهم حد ولا اظن ظن سيء في حد عشان ما اشيلش ذنوب، انما قد تكوني مش التانية. هو انا يعني انا اصلا مش التانية، بس انا سكت برضه يعني عملت يعني انت عارفة انك مش التانية. مشكلتي انا عايزه اطلع من المشكله دي، مش عارفه فعلا يعني. انا يعني ليه واحده صاحبتي بتقعد تتكلم معايا وخروجي من اللي انت فيه كله، مش عارفه. بصي انت مش هتخرجي من اللي انت فيه الا لما تقيمي الراجل ده كويس وتقيمي نفسك كويس. عشان تقيمي الراجل كويس، الراجل ده ايه؟ لطيف ولذيذ وجميل وحلو وروش وحببني فيه وكل حاجه. حلو قوي. انما ده كل ما تعجبه واحدة ست يتجوزها ويطلق نمرة 2، وعنده 4 في الرصيد، يسقط نمرة 3، طب سقط نمرة 1، طب خلي أم العيال سقط نمرة 2 ودخل نمرة 4. يعني لا، حتى أم العيال ما بينفصلك يعني، هي أم العيال برضه مطلقة. ما خلاص يبقى هو بيلعب في 4 في الرصيد. أيوة. فأنت النهاردة 1-0 نساء. وأنت عارفة إن هو ده عايشها كده بالعرض. أنت هتفضلي متعلقة ب1-0 نساء، خلاص خدتي يومين زوجته واتطلقته، ده انت حتى ما كملتيش سنه، ده 4 شهور. انا ما كملتش يعني، انا لسه اصلا حتى لسه يعني سوري في الشهور العده زي ما انا يعني. ما بيفكرني برشدي اباظه في فيلم الزوجه 13 اللي اتجوزها اتعرف عليها في بنها، اتجوزها في طنطا، طلقها في كفر الدوار. ما ينفعش دي يا بنت الناس. انت من نفسك لازم تكوني عارفه قيمتك وقيمه الراجل ده ايه، والراجل ده عمل معاك ايه، وهل ده يستحق ان انا افكر فيه تاني، ولا انسان اندل من ان انا احطه في تاريخي واقول ان انا اتجوزت الانسان ده. على فكره ممكن ربنا يبعت لك زوج تاني كويس وكل حاجه والحياه تبقى كويسه، بس مش هتقدري تفتحي قلبك لاي انسان تاني طول ما انت بتفكري لهذا في هذا الشيء. هذا الشيء لازم يسقط تماما من تفكيرك.